تنقول لهم عي خدموا، راه ما تعتمدوش تقول انا ما دعمتنيش الدوله صافي راه نوقف. الابداع خاصو يكون عندك في الدم، تتامن به رساله يعني تتامن بها وضحي. انا راه خديت دي كريدي من لا بنك باش انفيستي، باش اول مره نكري الكالي في نيويورك. السلام عليكم. شكرا لانكم جيتوا يعني الورشه عندي هنا باش تصوروا. انا الكاتبه ومنظمه معارض تشكيليه على الصعيد العالمي وتشكيليه خيره جليل. المهم ام جده كاتبه مشاغبه في هذا المجال. عندي اصدارات في المجال ديال النقد التشكيلي تقريبا بحجم 4 كتب يعني باللغه العربيه وواحد بالانجليزيه. عندي روايات بلا ابواب ولا نوافيد، عندي مجموعه قصصيه تقريبا شي 5، عندي دواوين 2، عندي الكتابه التاريخيه اللي كان استغرق مني ما يزيد من 30 سنه وانا تنجمع، اللي انا سميتو زاويه الشيخ سيدي علي بن بريب البوزيدي الحقيقه والتاريخ المنسي، اللي تناولت فيها بعض الوثائق اللي ما خارجينش للعموم، كان لازم نوثقهم باش ان شاء الله الاجيال المقبله ما يقراوش ديك المعركه ديال سيدي علي ابراهيم هكا شفاهيين او غيره، خاص تكون شي حاجه كتابيه. وتنظن راني مازال في البدايه، ما حد مازال ما خديتش لاغوتخيت، راني باقا في البدايه، ونهار ناخذ لاغوتخيت غادي نقول لكم اودي راني اسست واحد الورشه. الواقع بني ملال عمرها ما كانت منسيه، يروج في المدن في الدار البيضاء والرباط انها مدينه منسيه، اما الواقع عمرها ما كانت هامشيه، عمرها ما كانت منسيه، لان مدينه بني ملال جينا نقراو التاريخ سهل تادلا راه كان هو الفاعل في المجال السياسي، ولا يستقيم امر دوله حاكمه في المغرب الا باستيلائها على سهل تادلا، لان كان هو الخزان وهو الامان، ومن هنا كانت يقعد الثورات ضد اي سلطه ملي تتنقص من المغرب، لا 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 يعني بين مملكه فاس ومملكه مراكش تتكون هذا يعني تتكون تادلا هي السبب. اذا بني ملال عبر التاريخ راه فاعله، وانما التهميش السياسي الذي يطالها، حتى ان الناس المسيرين ولا مدبري الشان الثقافي ولا السياسي تيكونوا ناس ماشي ملاليين اصليا، تيجروا واحد الفتره معينه من بعد يعني تيغادروا ما تيهمهمش يعني تنميه المدينه ثقافيا سياسيا صناعيا، لان احنا اقدم مدينه الا جينا نشوفوا بني ملال راه قدم العديد من المدن التاريخيه، راه قدم من كازابلانكا يعني شوف. ولكن الحكم هاد المشاكل بحال هكا يتم تهميش كاع، ماشي عيب بني ملال راه ازيلا راه دمنات راه لا جينا نشوفوا راه اقدم التحف وجدت في دمنات، يعني ديال الوجود الجاليه صناعات الخفيف في بزو الى اخره، يعني بني ملال راه كاينه، انما يتم تهميشها في القرارات، يتم تهميشها في تسليط الاضواء، يتم تهميشها من طرف المستثمرين، لان لا جينا نشوفوا يلاه دابا بني ملال عاد عندها واحد المنطقه الصناعيه في طور النمو، هذا ما تيعنيش انها ما كانتش، وانما الاهتمام بها اللي يلاه عاد. استاذ خيرك، كيفاش تنتقلي ما بين الكتابه والرسم؟ هو بالنسبه للانسان اللي تيكون يعني كبر في الكتابه والرسم ما عندوش انتقال، هي كل لحظه كيفاش تتعبري فيها، كاينه اللحظه اللي يعني اللي ما يمكنش تعبر فيها كتابه تتعبري يعني باللون وبالصباغه، وكاينه اللحظه اللي ما يمكنش تعبري فيها بالصباغه تتعبري عليها كتابه. انا بالنسبه لي تكامل هاد الانتقال ولا بين الكتابة والصباغة هو تكامل شخصيتي من بانيها هكا.
أستاذة خيرة، ما تعرفش شي تكوين للشباب الطموحين في مجال الرسم أو الكتابة أو إن شاء الله الرحمن الرحيم ملي غادي تكونوا هابطين غادي تتبعوا الدرس في اليد ديالي اللي تابعة، هم كلهم في الورشة راني فاتحها يد، اللي بغى يجي يرسم ألف مرحبا به. من بعد غتهبطوا غتشوفوا راه جاو عندي نساء يعني كبيرات في السن وخدموا في الورشة عندي وحققوا، وحاليا راه معايا الدكتورة نجلاء من فقي بن صالح تجي تعلم هنا، معايا الأستاذة زهور واحد الانجينيورة مع واحد ليلى تيجيو، ولكن حنا بغينا هذا الشيء يمشي ما يبقاش نخبة. انا من فاتحه ورشتي دايما مفتوحه، ولكن كيفاش تقنعي الاخر انه يجي يتعلم الرسم؟ هذا هو المشكل. حاولنا، كانت عندي محاولات ان نفتح على النسيج الجمعوي، ولكن كانت محاوله فاشله. علاش؟ لان هذا النسيج الجمعوي حتى تكون عندك اهداف اللي هي عالميه، واهداف اللي هي تربويه، واهداف اللي هي ثقافيه، ناس اخرين تكون عندهم هدفهم تيتوقف عند الدعم من المجلس ولا من وزاره الثقافه، احلامهم محدوده تيحلموا على قد بني ملال. هنا ما تيوقعش واحد التوافق، كان انسحاب، وانني عقب تاسستني مجال اطار جمعوي اخر، والحمد لله احتضنت مجموعه من الفنانه منهم محمد امين حدوش، راه تيدير هذا العام انجينيور في فرنسا، محمد بن حمدان راه طالب مجاز انجليزيه، خدمت انا والاستاذه اللي انا مشيت معها طبعا تنجرها باش تمشي معايا العالميه لمياء حدوش، معايا مولاي دريس حتى هو طالب راه مجاز وتيدير في الدياغنوستيك. يعني الحمد لله عقب ترجعت اخترت واحد النخبه اخرى، بحال واحد الانسان تيبغي يسافر في واحد الباطو، في الاول تيختار واحد الفريق ديالو اللي تيهدم ليه السفينه تيعقب ينسحب، من بعد تيعاود ما تيملش وما داك المحاوله الفاشله الاولى تيعقب يدرك الاخطاء ديالو تيدير سفينه اخرى وتيختار واحد ليكيب اخرى. والحمد لله هاد ليكيب راها وصلت للعالميه، تنخدموا دابا ما بين اوستر جاليري في باكستان، مع مهاموني ميوزيم في بنغلاديش، مع لاغوارديا في ايطاليا، مع مجموعه اليسيو ارتلاند في ايطاليا، يعني عندي مجموعه 14 غاليري في ايطاليا، عندي مع غاليري ثاني في اسبانيا في مدريد، وعندنا دابا ان شاء الله راني تنخدم على مشروع غادي يكون مع دار المغرب مروكن هاوس في كندا في موريال، ومنفتحين على امريكا. امريكا خاصه هذيك راه لاند اوف دريم، راه ارض الحلم، هذيك هي اللي تتخليك توصلي لكاع المجالات الاخرين. انفتحنا كذلك حنا تنديروا في اطار الدبلوماسيه الموازيه، تنرفعوا العلام، تنديروا الوحده الترابيه، تنفرقوا شواهي التقديريه تتكون فيها الخريطه ديال المغرب، باش تكون عندنا شي رسائل تنوصلوها بان ما يروجه اعداء الوطن ماشي هو الوحده الترابيه الحمد لله. وسيرتو تنخدموا في لاميريكو لاتين بما فيها فنزويلا، الاكوادور، غواتيمالا الى اخره، دوك الناس اللي كانوا مناهضين للقضيه الوطنيه ديالنا دابا هما الفنانه ديالهم تيعرضوا معايا وتيامنوا بهذا الشيء وتياكلوا الكسكس المغربي. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في العشرين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو وديروا جيم وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.